بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. تسلمت 9 أسر من قاطني العقار المائل في منطقة كوم الشقافة، والذي تم إزالته بالكامل حتى سطح الأرض. وحدتهم السكنية ببشائر الخير 3، بعدما تم نقلهم لمدرسة كوم الشقافة الإعدادية بنات المقابلة للعقار. كاملة المرافق من مية وكهرباء وغاز بالعدادات، فيها جميع الأجهزة الكهربائية وثلاث أوض نوم وريسبشن في أنتري وسفرة، طبعا شقة متكاملة. ميل العقار بدأ منذ 3 شهور مضت، عندما شعر السكان بوجود أمر غريب به، إلى أن ازداد الأمر سوءا وتم اكتشاف الأمر، وقاموا بتحرير محاضر في قسم شرطة مينا البصل وحي غرب الأسكندرية. النهارده دلوقتي كده إن شاء الله هنبتدي القرعة بتاعتنا، وكل واحد هندل اسمه هيسحب كرة من القرعة اللي قدام منك، هتفتحها هنشوف فيها رقم الشقة بتاعتك، هنكتب العدد دلوقتي واحنا واقفين برضه، وهناك هتسلم شقتك دلوقتي حالا. فرحة عارمة من الأهالي بالشقق الجديدة والتي استقبلوها بالزغاريد والتهليل والتكبير، معبرين عن فرحتهم الكبيرة باستلامهم شقق آدمية بدلا من المدرسة التي كانوا يقطنون بها طيلة 2 أسبوع كاملين، موجهين الشكر لفخامة الرئيس وللمسؤولين لعدم تخليهم عنهم في أزمتهم الأخيرة.